السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالبات، بإذن الله نبدأ حصتنا. يلا بينا يونيت 3. يونيت 3 بتتكلم عن إيه؟ عن اليونيفيرس، الكون. وأول ليسون بإذن الله في يونيت 3 هيكون ذا سولار إكليبس، كسوف الشمس. طب نشوف كده إيه الأوبجيكتيفز في حصتنا النهاردة. ليسون أوبجيكتيفز: By the end of the lesson, the student should be able to، لازم نكون قادرين على إيه؟ Identify the concept of solar eclipse، عايزين نتعرف ايه مفهوم السولار إكليبس، يعني ايه كسوف الشمس. تمام. Number two, identify types of solar eclipse، هنتعرف على انواع السولار إكليبس. Number three, compare between الامبرا والبين امبرا. Number four, identify the precautions، الاحتياطات، on observing the solar eclipse، يعني في بعض الأماكن أو البلاد بيحصل فيها solar eclipse، فلازم ناخد احتياطاتنا وإحنا بنشوف هذه الظاهرة. تمام؟ طيب نبدأ بحثتنا ونركز بقى، لأن دي يونت جديدة، فنخلي ما بالنا. ولو في أي تساؤل على جزئية قبل ما تنقل لجزء جديد أنا بسألكم، لو في أي حاجة تقولوا لي. طيب تعالوا نشوف هنا ايه اللي قدامنا ده. شايفين الشجرة دي يا ولاد؟ ايه اللي تحتيها ده؟ جزء كده الدارك اريا، درسنا عنها في سنة خمسة، اللي هو الشادو. تمام؟ فالشادو اوف تريز اور امبريلا، لو انا ماسك امبريلا في الصيف او اثناء المطر بلاقي ليها، بيبقى فيه ليها شادو. فالشادو اوف تريز اور امبريلا امبورتنس تو مان on summer day because it hides، بيخفي أو بيحجب ال direct sun rays and so we feel moderate temperature. يبقى هنا الشادو بتاع الشجرة أو الأمبريلا بيحجب عنا ضوء الشمس وحرارتها. تمام؟ طب إذا الشادوز فورمت، إمتى الشادو بيتكون؟ لما يكون قدامه dark object block a part of the incoming light. يعني أنا مثلا لو جبت كورة، ودي كده جسم solid opaque object، وسلطت عليها، عملت فوكس بتورش في مكان مظلم، هجد على الحائط بتتكون ايه يا ولاد؟ dark area، اللي هو الظل بتاع مين؟ بتاع الكرة. تمام؟ فإذا الشادو بيتكون امتى؟ لما يبقى فيه dark object blocks، بيحجب part of the incoming light، يعني ضوء الكشاف. لما هيسقط على الكرة أو على أي جسم ماطم أوبيك أوبجيكت، هلاقي على السطح اللي أمامه اللي هو الحائط هلاقي جزء دارك. This also happens when the moon pass between the earth and the sun. احنا عارفين طبعا إن الكون الفضاء فيه إيه؟ فيه بلانيتس، وإحنا عندنا الـ earth planet we live on it، وفي عندنا الـ earth rotate around or revolve around the sun. طب وكمان المون revolve around the earth. يبقى هنا عندي three space body، ثلاث أجسام فضائية: السن والأرث والمون، والمون rotate أو revolve around the earth. يبقى هنا في هنا ده ال block of light بتاع السن بيحصل امتى؟ لما المون بيمر between passes between the earth and the sun when they are on one straight line. يبقى هنا دلوقتي هيحصل ايه؟ ال solar eclipse. وthis astronomical phenomena، هذه الظاهرة الفضائية أو الكونية بنسميها solar eclipse. يبقى أول حاجة عرفناها في الجزئية دي إن when sun, moon and the earth are on one straight line، تمام، ويكون المون في النص between the earth and the sun، بيحصل solar eclipse، يعني بيحصل هنا حجب ماشي أو height لضوء الشمس. هنشوف قد إيه مدى حجب ضوء الشمس، هل كلها ولا جزء منها، وإيه الظاهرة دي. تمام؟ معناه إيه solar eclipse؟ معناه كسوف الشمس، يعني لما يكون الواحد مكسوف كده فبيداري جزء من وشه، يعني يحط ايده على وشه كده، ايه انت مكسوف ولا ايه؟ فهنا في جزء من وجهك اختفى، ما انا حاطط ايدي على ايه وشي. فبالنسبه للاسترونوميكال فينومينا بيبقى السن والمون والايرث ار اون وان ستريت لاين. طب مين اللي في المنتصف؟ المون واقف ما بين الايرث، تمام، اثناء الروتيشن والسن، فهنا بيحجب جزء من ضوء الشمس. هو مين بيعمل كده؟ المون.
امتى؟ When it lies between the sun and the earth. يعني كسوف الشمس. ده solar eclipse معناه كسوف الشمس. نشوف ايه اللي بعد كده. تعالوا عشان نفهم اكتر ايه معنى solar eclipse. كسوف الشمس. يعني هي جزء من ضوءها مش واضح. ايه اللي ظهر فجأة ده؟ بصوا هنا كده معايا على الرسمة. الجزء الأورنج ده sun. تمام؟ والجزء الملون اللي عليه اخضر واصفر وازرق ده دي الايرث. تمام؟ الارض. مين هنا between them؟ المون. ركز معايا. يبقى هنا المون lies between the sun and the earth. هم are on one straight line. والمون يعني ممكن يكون قريب من الارض، يكون بعيد عن الارض، حسب المكان بتاعه اللوكيشن اثناء الدوران. يبقى solar eclipse phenomena it occurs when the earth, the moon and the sun are nearly تقريبا يعني on one straight line with the moon in the middle. يعني مش شرط يكون في المنتصف بالظبط، ولكن between the sun and the earth. طيب ده الكلام ده بيحصل امتى؟ امتى السن بتظهر؟ الشمس بتظهر بالنهار. يبقى اكيد الظاهره دي هتحدث in the morning only، لان اكيد الشمس يعني بتغرب فبتبقاش موجوده. يبقى السولار اكليبس ده بيحصل امتى؟ in the morning. طب ازاي؟ when the moon lies in between the sun and the earth. between the sun and the earth. هقولها مره تانية عشان نفهم يعني ايه solar eclipse. يبقى solar eclipse phenomena يا ولاد it occurs when الظاهره دي بتحدث when the earth, the moon and the sun are nearly on one straight line زي ما انتم شايفين كده في الايه في الصوره اللي امامكم. وكمان المون بيبقى ايه between the sun and the earth. طبعا الشمس بتظهر بالنهار، بتشرق the sun rise in the morning. يبقى الظاهرة دي بتحدث لنا في النهار في وقت وجود الشمس. تمام؟ لان انا بسميها solar eclipse، كسوف الشمس. تمام؟ حد عنده اي تساؤل؟ نكمل. طب نشوف بقى ايه اللي هيحصل لما يكون عندنا solar eclipse، وهنتعرف على انواع solar eclipse. طيب تعالوا نشوف الروتيشن. شايفين الصنة اهي وحواليها مين يا ولاد اللي بيدور حواليها؟ الايرث. شايفين روتيت، انا بلف اهو as the earth rotate around the sun. وكمان في هنا المون rotate around the earth. اوكي يبقى الايرث والمون بيدور حوالين الايرث والايرث بتدور حوالين الايه الصن. واحنا طبعا درسنا في سنه رابعه due to the rotation of earth around the sun بيحصل عندي ال four season. اوكي طب لما تدور حوالين نفسها قلنا بيحصل ال day and the night. remember the moon revolves around the earth in a smaller oval orbit. دوران، شايفين المدار المون حوالين الايرث اصغر من دوران الايرث around the sun. شايفين هنا الاوفال شيب ده كبير شويه. تمام؟ The earth revolves with its moon. هما الاتنين بيدوروا مع بعض حوالين الصن in oval orbit. في مدار oval يعني بيضاوي elliptical. يبقى هنا قدامي في الصورة ادي الصن اهي في النص between اهي شايفينها، وبعدين the earth rotates around the sun and there is another space body اللي هو المون اهو واقفة عليه بيدور حوالين الايرث. طبعا الايرث والمون بيدوروا مع بعض حوالين الشمس. تمام؟ بس طبعا دوران الايرث حوالين الصن، ولكن دوران المون حوالين الايرث around the earth. بصوا بقى القمر بيمر كده بيلف حوالين الايرث، ممكن يجي هنا مكان الماوس كده مكان الكيرسول ده شايفينه، يبقى هنا between the sun and the earth فيحصل السولار اكليبس، لان هو جسم معتم عبارة عن صخور فهيحجب ضوء الشمس. هنشوف هيحجب قد ايه من ضوء الشمس. انتوا معايا؟ طيب احنا نتكلم عن البريكوشنز اثناء ملاحظتك الاوبزرفيشن لذيس استرونوميكال فينومينا. نكمل حبايبي، يلا بينا وتفتح الستار عن الاكسبيرمنت دي. تعالوا نعمل اكتيفيتي. اكتيفيتي تو اكسبلين هاو ذا سولار اكليبس از فورمد.
ودي ممكن نعملها في البيت وبتبقى سهلة جدا. طب تعالوا نشوف أول ستيبس. هولد ذا بول، كرة، والكرة دي جسم معتم اوبك اوبجكت، بتوين سورس اوف لايت زي الكشاف، تمام اهو شايفين التورش ده هو ده سورس اوف لايت. فوكس ذا لايت اون ذا بول، نعمل لايت اون ذا تورش اند ريسيف ذا شادو اون ذا سكرين، على الحائط او على جسم ايه معتم، نشوف كده ايه اللي هيحصل. Repeat the previous steps but use a bigger light source. هات بقى كشاف اكبر شويه. تمام؟ هنا هو قدامنا البول، وادي السكرين اللي بستقبل عليها الايه؟ الدارك اريا. شايفين الجزء ده؟ اتكون شادو اهو، شايفين الشادو اللي هو الجزء البلاك كولر؟ وادي اللايت سورس، مصدر الضوء. Repeat the previous steps but we use a bigger light source. نجيب كشاف اكبر شويه، ممكن كشاف الموبايل صغير، اجيب تورش يبقى الايه السورس اوف لايت اكبر شويه، المساحه اكبر. Stand in the semi shadow area. تمام؟ And look at the light. بص هنا يا اولاد، في جزء هنا شايفين في شادو فاتح وفي شادو دارك، دارك اريا وفي ايه سيمي شادت اريا، يعني في جزء الشادو فيه اوبك دارك، دي بسميها دارك اريا شادو، ودي بنسميها يا اولاد امبرا، منطقه الدارك اريا اوف شادو. طب واللي حواليها ده؟ تمام؟ لما نجيب بقى سورس اوف لايت اخر كده اكبر شويه، هنلاقي فيه شادو بس ايه؟ خفيف شويه، سيمي شادت، فينت، باهت، دي بسميها بين امبرا، يبقى منطقه الامبرا كون هي منطقة dark shaded area، dark shaded area اللي هي المنطقة دي، وكونت dark area اهي، ده dark area shadow بسميها امبرا، تمام؟ امبرا كون. طب وحواليها في هنا فوق اهو، اهو شايفين المنطقة الفاتحة شوية فيها shadow بس فاتح شوية، وتحتيها انا بشاور عليها دي semi shaded faint بنسميها pin امبرا، بسميها بين امر، منطقه شبه الظل، يعني ظل بس ايه فاتح شويه. تمام؟ نكمل. لازم الدرس نقراه كويس واحنا بنذاكره اكتر من مره عشان ده موضوع جديد. هلاحظ ايه؟ Formation of cone of shadow. شايفين الكون مخروط، يعني زي ما نعمل كده ايه قرطاس ونقص الطرف بتاعه فهلاقي مخروط. تمام؟ دي بسميها امبرا اريا، بسميها ايه يا اولاد؟ امبرا، بسميها ايه؟ امبرا، يبقى منطقه الامبرا هي الكون اوف شادو اللي انا بشاور عليها دي، شايفينها؟ ومكتوب فوق اهو شادو امبرا. طب والمنطقه اللي فوق واللي تحت اللي هي فينت يعني باهته شويه فيها شادو بس فاتح شويه سيمي شادت، بسميها بين امبرا، منطقه شبه الظل. طب if we stand in the semi shade area and look to the light، هشوف اللايت كويس ولا هشوف جزء منه؟ هشوف الجزء منه. we will see a part of it. كل ده بنشرح لسه ايه ما قبل نشوف السولار اكليبس عشان نعرف انواع التايبس اوف سولار اكليبس. يبقى المنطقه الدارك اريا اللي هي اتكونت من الكون اوف شادو بسميها امبرا، والسيمي شادت بسميها بين امبرا. دي من الاكسبيرمنت البسيطه اللي انا ممكن اعملها بالبيت. طب نكمل، تعالوا بقى نشوف هيحصل ايه تاني. طيب ستيب 2، خدوا بالكم ايه اللي حصل. انا حركت الدارك ايه اوبجكت، مين اللي بيمثل الدارك اوبجكت هنا؟ اللي هو الكوره اللي هي عندنا في درسنا النهارده ايه؟ المون. طب move the pole farther from the screen، هات كده قرب بالكوره وقفها على ستاند كده، الزقها باي عصا كده بمسدس الشمع وقرب من السورس اوف لايت. خدوا بالكم شوفوا حصل ايه، في منطقه تانية هنا اتكونت، شايفينها؟ المنطقه دي اسمها انت امبرا، ادي منطقه الامبرا وادي منطقه نتيجه الانترسكشن بتاع اللايت وين ترافل ان ستريت لاين حوالين الكوره، شايفين؟ اتكونت منطقه كانها مخروط بس مقلوب، دي اسمها انت امبرا، يعني نتيجه الاكستنشن مديت منطقه الكون، شايفين؟ بصوا خدوا بالكم معايا، دي منطقه الامبرا اللي هي الدارك اريا، تمام؟ هعمل اكستنشن
واعمل اكستنشن للتو لاين دول اللي انا بشاور عليه اهو، امشي كده معاه واطلع من فوق واعمل اكستنشن يعني امتداد. تمام، اتكونت منطقه اسمها انت امبرا. انت امبرا نتيجه الاكستنشن بتاع ايه؟ منطقه الامبرا اللي هي الدارك اريا، منطقه الظل اللي شكل الكون. عملت اكستنشن، ده كونت امتى؟ لما حركت الدارك اوبجكت اللي هي الكوره قريب شويه من السورس اوف لايت وبعدتها عن اللي ايه السكرين. تمام كده، نكمل. الاوبزرفيشن ده كون اوف شادو اللي هي سميناها منطقه الامبرا اريا اللي هي الدارك شادو. doesn't reach the screen، مش هتوصل للسكرين. تمام، اللي هي بتمثل هنا ايه؟ الايرث. يبقى السكرين هنا بيمثل الايرث، والدارك اوبجكت اللي هي الكوره بتمثل المون. طب والسورس اوف لايت بيمثل الصن. هتتكون عندي نيجاتيف شادو اللي هي نتيجه الاكستنشن، بيسميها انت امبرا. is formed which you can see the light source as light ring. هشوف الضوء كأنه جزء مضيء، كأنه حلقة. سامعيني؟ متابعين معايا؟ نركز بس، هو عشان موضوع ايه مختلف شوية. طيب نكمل، يلا بينا كده. دي اكتيفيتي عشان اشوف ان الظل اللي بيتكون اللي هي الدارك اريا هتختلف شكلها لما ابدا احرك الدارك اوبجكت اللي هو بيمثل القمر بعدا عن الايرث اللي بتمثل السكرين ده والسورس اوف لايت اللي هو بيمثل الصن. توضيح بقى شرح الكلام ده. When the moon comes between the sun and the earth، يعني قريب من الايرث، it blocks the sunlight. يبقى هنا لما يكون القمر اثناء دورانه around the earth بيحجب عنا ضوء الشمس the sunlight totally. يبقى في الحاله دي بيحصل لي السولار اكليبس، يعني الشمس مش باين لنا ضوء خالص مع اننا في الصباح in the morning. From the part of the earth surface forming total solar eclipse. total solar eclipse يعني كسوف كلي للشمس، يعني أنا بالنهار ورغم كده مش شايف ضوء الشمس. ليه؟ As the moon appears equal، لأن القمر هنا قريب من الأرض فكأنه بيساوي، طبعا هو إيه؟ بيساوي هنا كأنه بما إنه حجب hide all sunlight يبقى nearly equal the إيه؟ the side of the sun. طبعا هنا يتوقف نوع الإكليبس according to the distance between the moon away or near from the earth أثناء الروتيشن. When the moon blocks sunlight partially from another part of the earth، لما يحجب جزء من الشمس، تمام، هنا بيحصل يا أولاد partially solar eclipse، برضو نتيجة ال distance between the moon and the earth، okay around the earth، أثناء دوران المون حوالين الإرث، هل هو قريب من الإرث ولا بعيد؟ طبعاً لازم نقدر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. When the moon rotate farther to the earth، يعني كمان أهو المون بدأ يبعد شوية عشان الأوفال أوربت around the earth. لما يكون في الهاير أوربت from the earth يعني بعيد شوية عن الإرث، هيقرب من الشمس، صح؟ هيكون ايه بقى؟ هيكون annular solar eclipse. وفي الحالة دي الشمس بتظهر لنا على الأرض جزء معتم وحواليها lighted ring. نقراها بقى مع بعض. When the moon rotate further to the earth، يعني بقى في orbit مدار بعيد عن الارث، and it comes between the sun and the earth، هو أثناء دورانه between the sun والearth in and umbra، it causes annular solar eclipse زي اللي شفناه في الاكتيفيتي. هيبان عندي lighted ring، كأن الشمس مش هتظهر قدامي غير حلقة مضيئة. as the moon appear smaller than the sun، كأن في source of light كبير وفي جزء معتم قرب من السن، فحجب جزء في المنتصف وظهر حوالين
جزء مضيء اللي هو اللايتر رينج بتاع الصن، فتظهر لنا كأنها حلقة مضيئة، ودي بنسميها في الحالة دي annular solar eclipse. As the moon appears smaller than the sun. هو قرب بقى منها فبين ان هو ايه اصغر منها. And cause partial solar eclipse. تمام؟ Then the solar eclipse doesn't last. بيقعد قد ايه يا ولاد؟ بيستمر solar eclipse ده قد ايه؟ حوالي 7 minutes and few seconds. حوالي مش وقت طويل طبعا، ده بيحصل بالنهار ويستمر حوالي 7 دقائق وأجزاء من الثانية. طب we can observe more than one eclipse. مش احنا قلنا كده كم نوع؟ 3 solar eclipse, total solar eclipse or partial solar eclipse or annular solar eclipse. يبقى كده we have 3 types وهنقارن بينهم دلوقتي. We can observe more than one type of the solar eclipse during the moon passage. أثناء دوران أو مرور المون in front of the sun circle and a part of the sun and that it's hide from the earth. يعني ممكن أشوف الشمس مش ظاهرة تماما، تمام، أو إن أنا أشوف جزء منها، أو إن أنا أشوف الصن كأنها lighted ring. يبقى عندي هنا يا أولاد كم نوع من السولار إكليبس؟ 3 types of solar eclipse. هو الموضوع عايز تخيل ونعمل experiment. يبقى ايه type of solar eclipse؟ Although the solar eclipse phenomena doesn't last more than 7 minutes، ما بيستمرش اكتر من 7 دقائق and 40 seconds or few seconds. تعالوا نتعرف مع بعض عن انواع solar eclipse. اول نوع total solar eclipse، يعني كسوف كلي للشمس. الشمس هي ظاهرة مفيش dark area. طب احنا عاملين الجزء ده ليه؟ كأنه ظل كده للشمس خفيف لكن ضوء مختفي، علشان يبان عاملين جزء كده بس faint شوية والباك جراوند dark عشان يبان ان الشمس، بصوا dark area يعني مش ظاهرة تماما. It's the type of solar eclipse in which we can't see the sun completely. يعني مش هشوف ضوء الشمس نهائي، مش هشوف ضوء الشمس نهائي. And it's formed in shadow area. ايه هي الدارك شادد اريا؟ قلنا اسمها الامبرا اريا اوف مون. مين اللي كون الامبرا اريا؟ القمر، انه جسم معتم وضوء الشمس هل وصل للارض؟ لا. كون ضوء شمس؟ لا، مش هنشوف ضوء الشمس نهائي في التوتال سولار إكليبس. طب تعالوا نشوف النوع الثاني. ايه ده؟ هو ده هلال ولا ايه يا ولاد؟ ده كريسنت؟ لا يا مس، ده مش كريسنت، ده مش هلال، ده جزء من الشمس ظاهر، جزء من ضوء الشمس. يعني اشوف الشمس بالنهار كأنها هلال، يعني جزء من ضوء الشمس ظاهر وجزء مش ظاهر نتيجة دوران المون around the earth. طب partial solar eclipse ده النوع الثاني. This is the type of solar eclipse in which we can see part of the sunlight. يعني أنا ممكن أشوف جزء منها، لأن هو أثناء دورانه جزء من الشمس واقع في منطقة الأمبرا وجزء هنا اللي واقع في منطقة الأمبرا مش هنشوفه. أما الجزء اللي ظاهر من ضوء الشمس اللي هو في البين أمبرا اللي هي سيمي شادو اللي هي البين أمبرا، يبقى إذن لما يقع ضوء الشمس والمون بيدور حوالين الأرض في منطقة البين أمبرا، يبقى هشوف جزء من ضوء الشمس. It is the type of solar eclipse in which we can see a part of the sun and is formed in the semi-shaded area اللي هي منطقة البين أمبرا بتاعة المون، يعني منطقة شبه الظل. طيب النوع الثالث، واخدين بالكو هنا جزء دارك خالص لما المون قرب تماما in higher orbit away from the earth، يعني قرب من الشمس، تمام، ظهر ليا جزء مضيء، شايفين حلقة مضيئة، ده كده ضوء الشمس، وده في الحالة دي بنسميه annular solar eclipse. بسميه ايه؟ annular solar eclipse، كسوف حلقي، يعني بيبان الشمس وكأنها حلقة مضيئة، تمام. هقول مرة تاني،
يبقى هنا الانيولار is the type of solar eclipse in which sun appears as a lighted ring. يبقى الثلاث صور دول بيوضحوا لي الثلاث أنواع of solar eclipse. And it's formed when moon gets a higher orbit. يعني في مدار بعيد عن الأرث. يعني هو أثناء دورانه في الأوفال شيب قرب من الشمس. فبانت الشمس كأنها lighted ring. It's a cone shadow doesn't reach the earth. يبقى هنا بيبان عندي يا ولاد ثلاث أنواع أو بيتضح قدامي ثلاث أنواع من السولار إكليبس. عشان ممكن يسألك how many types of solar eclipse كام؟ three types. أول نوع total solar eclipse وأنا ما بشوفش تماما ضوء الشمس. تمام؟ لأنها واقعة في منطقة الأمبرا area of the moon. تمام؟ طب number two البارشال يعني كسوف جزئي للشمس، يعني في جزء ظاهر وجزء مش ظاهر. امتى؟ يبقى ده نوع من انواع السولار اكليبس. We can see part of the sun and transformed in the semi shaded area اللي هي منطقة البين امبرا اللي هي بتاعة المون. احنا قلنا الدارك اريا اسمها امبرا، السيمي دارك اريا او سيمي شاديد اريا بسميها بين امبرا. اما لما يكون المون why rotation around the earth بس في higher orbit يعني قرب من الشمس وبعد عن الارض اثناء rotation oval shape حاجد ان بتحصل عندي الانيولار سولار اكليبس. طبعا لما اقرا الدرس اكتر من مره واشوف الحلقه لما تترفع على القناه الخاصه بمنصه البث المباشر على اليوتيوب واحل الاسئله هيطلع لك مثلا سؤالين ثلاثة يعني محتاج ان انت تقراهم مرة تانية او ترجعهم مرة تانية. نكمل؟ تمام. انا عارفة الموضوع جديد ما اتكلمناش فيه عن قبل كده، فمحتاج طبعا تركيز مننا اكتر من مرة بقراءة الدرس والاستماع للفيديو لما ينزل على قناة اليوتيوب. طب يبقى كده خلاص كملنا اتكلمنا عن ايه هو تعريف السولار اكليبس وأنواع السولار إكليبس، وعرفنا إن في منطقتين أمبرا وبين أمبرا، وخدوا بالكم لا في منطقة كمان الأنت أمبرا اللي هي نتيجة الإكستنشن لما مد منطقة الأمبرا إريا بيبقى في تتكون أنت أمبرا وده بيحصل فيها الأنيولار سولار إكليبس. إيه الولاد اللي قدامنا دول؟ بيشاهدوا الإيه السولار إكليبس، لازم يا ولاد يكون لابسين سبيشال جلاسز نوع معين من النظارات علشان تحجب عنا الأشعة الضارة اللي بتجينا من الشمس. هي الشمس مش ظاهر ضوءها ولكن في عندي أشعة ضارة ممكن افكت هارمفول لي على العينين عيوننا. طب ايه السيفتي بريكوشنز بقى؟ يا ترى ايه احتياطات الامان اللي لازم اراعيها on observing the solar eclipse؟ number one don't look directly to the sun. ما هو اصلا احنا مش يا ميس مش شايفين الشمس بس برضو ما نزورش مباشره بدون glasses. تمام؟ special glasses عشان تحجب عننا الاشعه الضاره اللي هي ايه؟ الالترا فايلوت والانفراريد، الاشعه الفوق بنفسجيه والاشعه تحت الحمراء. بالرغم ان ضوء الشمس مش ظاهر يبقى not او don't look directly to the sun due to the harmful ray. في اشعه ضاره emitting as ايه بقى؟ الالترا فايلوت وبختصرها UV، اول حرف من الترا واول حرف من فايلوت. الالترا فايلوت ري اند انفراريد يبقى ايه نوع الري اللي may cause harm for eyes if you look at the time of solar eclipse directly. الالترا فايلوت والانفراريد ايه هما تو harmful ray؟ الترا فايلوت اند انفراريد. تمام؟ اذا نمبر 2 the rays الأشعة الضارة دي harm the eye and it can lead to blindness within few minutes. بالرغم ان استمرار حدوث الظاهرة الفلكية دي يا ولاد الأسترونوميكال فينومينا وقت صغير 7 minutes and few seconds. تمام؟ ولكن ليها تأثير ضار if you look at the
time of solar eclipse directly without special glasses. يبقى لازم ألاحظ الظاهرة دي تمام بأثناء حدوثها بالرغم ان مفيش ضوء للشمس اللايت ولكن في أشعة ضارة الالترا فايلوت والانفراريد فلازم اخد safety precautions on observing the solar eclipse. شايفين ضوء الشمس مش ظاهر ولكن في اشعه ضاره ممكن تكون emitted وموجوده بالفعل زي الالترا فايلوت والانفراريد تمام فناخد حذرنا منها. العمر الطويل ليكم يعني ممكن تحصل هذه الظاهره ونقدر نشوفها تمام فلازم اخد احتياطات امان. طيب نمبر 3 although the sun glow in the solar eclipse is weak يعني ضوء الشمس مش واضح ضعيف so as it to focus looking directly at the sun it affects the eye ده هيضر العين in general في العموم هيضر انهي جزئيه ذا الريتنا يا اما يضر عينك عموما ويضعف نظرنا او ان هو ياثر على الشبكيه وقت ما ياثر على الشبكيه الالترا فايلوت اور الانفراريد الاشعه الفوق بنفسجيه او الاشعه تحت الحمراء ده لا قدر الله ممكن تؤدي الى دامج للريتنا ودي الجزء المهم في عينينا اللي بيكون الصوره فهنا مش هيحصل يعني شخص ممكن لا قدر الله يصاب بالعمى بلايندنس أو إنه يسبب ضعف للإبصار. This is because the outer solar corona اللي هو الضوء اللي حوالين الشمس اللي هو الأشعة اللي خارجة منها keep on emitting بتشع إيه بقى؟ harmful ray emitting as أو like الألترافايلوت rays and infrared rays. وادينك عاملة لكم ستريس عليها اهو بلون مختلف وادي الاولاد بيشاهدوها بنوع من الجلاسز تو ريفلكت تعمل ريفلكت تعكس الالترا فايلوت والانفراريد سو دكتورز ديفايس هنا بينصحنا يوزينج سبيشال جلاسز تو اوبزرف ذا سولار اكليبس لازم ايه نستخدم نوعية معينة من النظارات عشان تعمل لي عاكس لهذه الأشعة الضارة ما تصبش أي حد منكم يا أولاد بأي ضرر أثناء طبعا مشاهدة هذه الأسترونوميكال فينومينا في هنا سؤال جبريزو عن الجزئية دي You shouldn't look directly يجب أن أنا ما أشوفش أو ألاحظ أو observe directly السولار إكليبس ليه أثناء حدوثه because it emits في الحالة دي في السولار إكليبس الصن بتعمل إيه يا ولاد؟ emits harmful rays زي إيه؟ الألترافايلوت وكمان الإنفراريد that may causes blindness ممكن تسبب الإصابة إن الواحد ما يقدرش يشوف مرة تانية والكلام ده إيه بالرغم إن هي فترة زمنية صغيرة جدا within few seconds يعني هي about 7 minutes and few seconds لكن ممكن لو الأشعة دي كثيفة وبكمية أكبر ممكن خلال ثواني الشخص ممكن يصاب لا قدر الله بالعمى أو ضعف الإبصار تمام؟ أنا عارفة إن هو موضوع جديد وهناخد دلوقتي مجموعة من الأسئلة ومجهزة لكم مجموعة من أسئلة الـ give reason بالـ answers علشان برضو نشرح من خلالها الايه الدرس مره ثانيه جيف ريزون طبعا ايه كاتب السؤال بالاجابه عشان نعرضه ونشرحه the type of solar eclipse differ due to the movement of the moon in front of the sun احنا قلنا الجزئيه دي يعني solar eclipse نوعه بيتوقف على او بيختلف حسب البوزيشن او اللوكيشن of the moon during rotation or revolving around the earth in front of the sun. الإجابة هتبقى إيه بقى؟ Movement of the moon, it changes. The area of the shaded area of the moon on the earth. لأن منطقة الشادد اريا بتختلف حسب البوزيشن. يا ترى أمبرا ولا بين أمبرا ولا أنت أمبرا؟ الأمبرا اللي هي منطقة دارك اريا ودي بيحصل فيها total solar eclipse. طب والبين أمبرا اللي هي سيمي شادد اريا؟ بيحصل فيها partial solar eclipse
طب والاكستنشن بقى بتاع الامبراكون بيحصل فيها انيولار سولار اكليبس، وبتبان الشمس يا ولاد كانها لايتد رينج. السؤال الثاني، وي كانت سي ذا سان كومبليتلي during توتال سولار اكليبس. ليه لا نرى ضوء الشمس خالص اثناء التوتال سولار اكليبس؟ ليه بقى؟ وي ار ان امبرا، لان هنا بتبقى الايه السان في الامبرا اريا بتاعت المون، امبرا شادو ذات ذا مون بلوكت، بيحجب ذا سان لايت كومبليتلي. يبقى هنا السان موجوده ظاهره في الامبرا اريا اوف مون، في منطقه الدارك شادد اريا اللي هي اسمها امبرا، فبحجب عننا واحنا موجودين على الارث ان احنا نشوف ضوء الشمس نهائي. نمبر 3، وي كان سي part of the sun light during partial solar eclipse. يبقى اكيد هنا المون حجب جزء من الشمس وجزء ظاهر. طيب يبقى هنا because the moon blocked part of the sunlight، في الحاله دي المون حجب جزء من ضوء الشمس. And this in a penumbra او semi shaded area. يبقى هنا لما بيكون السن ظاهر او موجوده في البنأمبرا، تمام، اثناء روتيشن اوف ذا مون اراوند ذا ايرث، بيظهر ان انا بشوف جزء من ضوء الشمس وكانها هلال كريسنت. معايا يا ولاد؟ طبعا هديكي اسئله ثانيه، تمام، وهنجاوب فيها مع بعضينا. يبقى لما اقول ان السن موجوده في الامبرا اريا اوف مون يحصل توتال سولار اكليبس. طب جزء منها في الدارك اريا وجزء في السيمي شادد اريا اللي هي بين امبرا، يحصل البارشال سولار اكليبس. اما لو المون قرب في الهاير اوربت اواي فروم ذا ايرث، يعني قرب من السن، ده بيحصل انيولار سولار اكليبس. And the sun appear as a lighted ring. بتبين الشمس كأنها إيه، عبارة عن حلقة مضيئة. نكمل. طبعا هظهرها برضو بالانسر. نشوف كده السؤال الرابع. We shouldn't look at the sun by naked eye. إمتى؟ أثناء السولار إكليبس. ليه؟ Because the sun emits harmful rays. اللي هي مين؟ الالترافايلوت ray that أو الانفراريد الاثنين، that can lead to blindness، يعني ممكن تسبب الإصابة يا ولاد، إن الشخص يفقد البصر أو حاسة الإبصار. ربنا يحفظكم جميعا يا رب من كل سوء. Number 5، the phenomena of solar eclipse is considered an application of umbra phenomena. يعني حدوث ظاهرة السولار إكليبس تعتبر تطبيق لمنطقة ايه او مفهوم الامبرا. الامبرا منطقة الدارك اريا اوف شاد، اي امبرا از الدارك اريا اند وي كان سي توتال سولار اكليبس when the sun exists in umbra area of moon. واحنا واقفين على الارث مش هنشوف، وي كان نوت سي، مش هنقدر نشوف او نلاحظ ضوء الشمس، مش هنشوفها تماما، فبيحصل هنا توتال سولار اكليبس. طب نمبر 6، in annular solar eclipse the sun seem as a lightning ring. يعني في الانيولر النوع الثالث، third type of solar eclipse اللي هو annular solar eclipse، يعني حدوث كسوف للشمس حلقي، تمام. ليه؟ because the moon rotate in higher orbit. المون بيبعد عن الارض خالص وبيقرب من الشمس اثناء دورانه حوالين الارث، فبيبان جزء معتم وحوالين القمر اضاءه اللي هو يدوبك بيوصل للارث اضاءه الشمس، ضوء الشمس sunlight as a lighted ring. هنقولها تاني، because the moon rotates in higher orbit. القمر بيكون في الحالة دي أو في الوقت ده بيدور في مدار بعيد عن الأرث، so it seems smaller than the sun. هو طبعا صغير، زي ما أفرد إيدي كده الشمال وأضع وأقفل إيدي اليمين وأضعها في المنتصف،
يبقى في جزء من ضوء الشمس مش ظاهر خالص، وحوالين الايه القمر جزء مضيء، فبينزل لنا على الايرث، تبان تظهر الصن كأنها lighted ring. تمام، نكمل. هو الدرس يتذكر كويس ونعرف المصطلحات اللي فيه، زي الامبرا اريا والبين امبرا. تمام، والتوتال سيلر اكليبس تحدث امتى؟ طب تعالوا نشوف الرسمه دي وممكن تجي لنا عملي. احنا ممكن بقى مع بعضنا كده نركز في الرسمه ونقدر نجاوب مع بعضنا على الشات. Examine the opposite figure, then answer label the figure. تعالوا نشوف نمبر 1. تعالوا بصوا كده نمبر 1، هي أكبر سلك اللي قدامكم، دي بتمثل إيه يا ولاد؟ نمبر 1. نكتب 1 بالإجابة. يلا مع بعض كده، الناس اللي إيه استوعبوا الدرس بنسبة كبيرة يقدروا يجاوبوا معايا. نمبر 1 هيكون إيه يا ولاد؟ يا ترى أدي لكم 3 اختيارات. هل هي الصن ولا المون؟ ولا الايرث؟ نشوف كده الاجابات. 1 دي هنا اكبر جسم قدامي، خدوا بالكم تحت خالص في الرسمه موجود هنا ايه؟ ايرث سيرفيس، يعني الخط المستقيم ده الستريت لاين ده بيمثل الايرث. تمام، وهنا في نمبر 2 اللي في الميدل، وهنا نمبر 1 اللي هو اكبر سبيس بادي في السولار سيستم. برافو يا يوسف وعمر، اكسلنت. نمبر 1 فعلا ايه؟ الصن. تمام، طب نمبر 2 ننزل كده، مين اللي بتوين؟ نمبر 2 مون. برافو يا علي، اكسلنت. تعال نشوف اجابه مع بعض. فعلا 2 مون، اكسلنت. برافو يا علي، هايل. الناس الجميله اللي بتشوف مدى استيعابها للدرس معايا. ويوسف، يوسف اكتب لي رقم السؤال، عشان لو ده مون يبقى فعلا نمبر 2 اجابتك صحيحه. ممتاز، طب نشوف كده مع بعض. نمبر 3 ننزل كده شويه، ايه منطقه الدارك اريا دي؟ يا ترى امبرا ولا بين امبرا ولا انت امبرا؟ يا ترى نمبر 3 هتبقى ايه يا ولاد؟ نمبر 3، برافو يا علي، شاطر، هايل، اكسلنت، ممتاز، تمام، أشكرك، ممتاز. طب نشوف بقى نمبر 3 نكتبها، منطقة الأمبرا أريا. يعني إيه أمبرا؟ منطقة الظل، دارك شادت أريا، دارك شادت أريا. طب نشوف كده نمبر 4، تعالوا معايا كده، بصوا نمبر 4 إما يشاور عليها هنا يا ولاد في المنطقة اللي بشاور عليها دي، أو الناحية التانية على اليمين، شايفين المنطقة دي اللي عاملة زي الهرم دي أو التريانجل؟ يبقى المنطقة دي هنا اسمها إيه؟ اسمها إيه منطقة ديت؟ نمبر 4، يلا، برافو يا علي، ممتاز، إكسلنت، رائع، ممتاز جدا جدا، شكرا، أشكرك. فعلا زي ما قال علي، هي فعلا منطقة البين أمبرا اللي هي سيمي شادت أريا، سيمي شادت أريا. طب نمبر 5 ننزل كده تحت على 5، منطقة دارك صغيرة نتيجة الاكستنشن، ان انا مديت عملت اكستنشن امتداد لمنطقة الامبرا اريا. يا ترى نمبر 5 هتبقى ايه؟ شكرا يا محمد، فعلا 2 مون، اشكرك، ممتاز. نشوف كده نمبر 5 هتكون ايه؟ نمبر 5 اللي هي due to the extension امتداد منطقة الأمبرا أريا. يلا نمبر 5 هي الأنت أمبرا، أنت أمبرا. نمبر 1 سن، برافو يا محمد ويوسف، برافو بين أمبرا، ممتازين الناس اللي بتكتب معايا. طيب في ناس سبقوا أهو، بيقول لي mention the type of solar eclipse، إيه نوع السولار إكليبس اللي بيحدث عندي بي وعندي سي؟ بي اللي هو الجزء الإيه المظلم ده الصغير اللي أنا مشاور عليه، سي اللي هي المنطقة الفينت، الفين. تعالوا نشوف كده، يبقى هنا في بي بيحصل annular solar eclipse اللي هي المنطقة لما يكون المون في الهاير اوربت away from the earth ويقرب للشمس، بتبان الشمس يا ولاد واحنا على سطح الارض كأنها lighted ring. يبقى ايه الظاهرة اللي بتحدث في منطقة البي؟ يبقى annular solar eclipse.
طب وسي؟ برافو يا أحمد ممدوح، ممتاز فعلا. زي ما كاتب لي كده أحمد، هي بتحدث الـ partial solar eclipse. partial solar eclipse، ممتاز يا أحمد، أشكرك. نشوف السؤال اللي بعد كده حبايبي. put right or wrong ونكتب correct answer. يلا نكتب number one و right or wrong. برافو يا أحمد، ممتاز يا محمد، أشكرك. الناس الجميلة اللي بتشارك معايا، فين منا؟ منا فين؟ فين منا مش ظاهرة معايا على الشات؟ لو الدرس لسه جديد عليك يا منا، طبعا هيبقى إن شاء الله بعد نهاية التو ليسون بيبقى فيه ريفيجن على اليونت، وبنقدم فيها عدد كبير من الأسئلة. ممكن الحصة الجاية قبل ما نبدأ الليسون 2 ممكن نراجع على بعض الأسئلة، لو في عندكم أي تساؤل ممكن تكتبوه على الشات ونرد عليه. put right or wrong and correct the wrong ones. number one, there are two types of solar eclipse. يا ترى هما نوعين بس من solar eclipse؟ حد يرد عليا؟ شاطر يا أحمد، ممتاز، أشكرك. شكرا أحمد، قال لي لأ دول تلاتة يا ميس أمل. أهم تعالوا نشوف الإجابة، هي فعلا wrong. طب فين الإجابة؟ three، يبقى three types of solar eclipse. total solar eclipse، برافو يا عمر، partial solar eclipse و annular solar eclipse، أشكركم. تمام، نشوف بقى الايه الانسر. number two، the moon rotates around the earth in oval shape orbit. تمام، برافو يا علي، شكرا يا علي، أشكرك، ممتازة. الناس اللي بتجاوب معايا ممتازين. طب نكمل، يبقى number two يا ولاد الانسر هنا right. number three، the cone shadow، الكون شادو of the moon بسميها أمبرا، يعني منطقة الشادو اللي شكل الكون المخروط بسميها أمبرا. يا ترى number three right or wrong؟ number three، تمام، برافو يا علي، أشكرك. right، excellent. طيب the type of solar eclipse doesn't change according to the distance between moon and the earth. هل نوع السولار إكليبس ما بيتغيرش أو ما بيختلفش حسب الديستانس، المسافة ما بين المون والإيرث؟ طبعا هتبقى الإجابة إيه؟ رونج، وإلا ما كانش حصل أو حدث الـ 3 types of solar eclipse. نشوف كده إجابة السؤال نمبر 5. تمام، برافو يا عمر، نبيل ومريم. نمبر 5، البين أمبرا، البين أمبرا in the moon dark inner shadow. هل البين أمبرا اللي هي المنطقة السيمي شادت، هل هي دي الانر شادو؟ طبعا لا. طبعا هنا إجابة نمبر 4، احنا قلنا change or differ، طبعا بتتغير نوع الإكليبس نتيجة المسافة ما بين المون أثناء rotation around the earth. نمبر 5، the pin umbra is the moon dark inner shadow. طبعا لا، أمال اسمها إيه؟ faint outer shadow، اللي هي البين أمبرا اللي هي سيمي شادت أو faint باهت outer shadow، يعني على جانبي الشادت area، يعني أو على جانبي الأمبرا area، تمام، اللي هي dark shadow، يبقى على ال two sides بيبقى faint area ودي outer shadow وبنسميها بين أمبرا. في أسئلة تاني؟ choose. نقول رقم السؤال والإجابة بس يا ولاد معايا. أشكرك يا عمر ومريم ومحمد، أشكركم، يلا بينا. solar eclipse، choose the correct answer. solar eclipse، كسوف الشمس، occurs when the earth is lined، موجودة with the moon and the sun and the، إيه بقى؟ يعني هنا الـ earth والمون والصن مالهم؟ الإجابة هتبقى إيه؟ يعني وجود المون والإيرث والصن على ستريت لاين واحد، بس يا ترى في بوزيشن حد بتوين، هل الإيرث بتوين مون أند ذا صن
ولا المون between earth and the sun or the sun perpendicular عمودية في البوس عمودية على كل من الارث والمون ولا A, B and C is correct. يا ترى number one هتبقى الانسر A. ايه الناس الشاطرة دي؟ برافو يا سندس، برافو يا علي، اكسلنت، واحمد ممدوح رائع رائع ممتازين. فعلا زي ما قلتوا ان المون between the earth and the sun، احنا قلنا ان المون والارث والسن are in one straight line، ومين اللي between؟ المون. تمام، شكرا يا احمد وعلي، اشكركم، وسندس طبعا شاطرين، الناس الجميلة اللي بتجاوب معايا على الشات، أشكركم ممتازين. نعمل كده بابلش للإجابة الجميلة بتاعتكم، ممتازين، أشكركم جميعا. وكمان يوسف، يلا بينا شوف السؤال اللي بعديه. Choose the correct answer when the moon lies in the straight line between the sun and the earth and nearer distance to the earth. ايه اللي بيحدث يا ولاد؟ يعني هو هنا على مسافة قريبة من الارث، يا ترى total solar eclipse ولا partial solar eclipse or annular solar eclipse، ولا في حاجة جديدة كده ما اتكلمناش عنها اللي هي lunar eclipse؟ هتبقى الإجابة هنا ايه؟ يلا number two، الرقم السؤال والإجابة، هتبقى الإجابة هتظهر اهو قدامنا، annular solar eclipse، بس هنا قريب من الارث near، لا لا لا، احنا هنعمل ايه تعديل هنا في الإجابة، لما يكون away from the earth، لكن لما يكون قريب من الارث بيحدث ايه يا ولاد؟ الايه total solar eclipse، تمام، لكن لما يكون away from the earth near from the sun بيحدث الايه الانيولر solar eclipse، انيولر solar eclipse. السؤال اللي بعديه، in the semi shaded area، في المنطقة اللي هي semi shaded of the moon we can see a part of the sun forming what's known as، يعني أنا هنا في منطقة semi shaded area اللي بنسميها البنأمبرا، بقدر أشوف جزء من ضوء الشمس، ده بيسبب حدوث أنهي ظاهرة؟ total solar eclipse، partial solar eclipse، lunar eclipse، annular solar eclipse. يا ترى الإجابة هنا إيه في semi shaded area؟ طبعًا partial solar eclipse، بيحدث partial solar eclipse. Next scientific term. Number one, it occurs when moon comes between earth and the sun on one straight line. لما المون يبقى موجود ما بين الارث والسن in one straight line. ايه هي الظاهرة؟ الاسترونوميكال فينومينا. هتبقى ايه؟ solar eclipse. هو ما حدد ليش هي موجود في الامبرا او البين امبرا او الانت امبرا، يبقى هنا الظاهرة عموما solar eclipse. Number two, it is a dark inner shadow in which total solar eclipse. بطلع من الجملة دي ان total solar eclipse بيحدث امتى؟ لما السن تبقى موجودة في الدارك inner shadow of moon. طبعا هنا inner dark shadow area، يبقى هنا دي بسميها ايه الدارك اريا دي؟ بسميها كون امبرا. هو هنا بيسألني على المنطقة الانر شيد بيحصل فيها total solar eclipse. Number three, it is faint outer shadow. Faint outer shadow، منطقة شبه الظل، in which اللي بيحدث فيها partial solar eclipse، اسمها ايه يا ولاد؟ بين أمبرا، بين أمبرا، منطقة شبه الظل. طب نمبر فور، نشوف كده طلابي بيكتبوا معايا على الشات، يا ريت نكتب طب رقم السؤال عشان في ناس جميلة اهي بنجاوبها، شكرا يا عمر ويوسف، برافو،
واحمد ممدوح اكسلنت. تمام، اسميها امبرا اور كون امبرا. تمام. نمبر 4 هايدنج ذا سان لايت توتالي اداي، يعني اثناء وجود النهار الشمس بتختفي تماما، ضوءها بيختفي تماما. ده ايه يا اولاد؟ توتال سولار اكليبس. توتال سولار اكليبس. نمبر 5 occurs، بيحدث when the earth in the semi shaded area of the moon we can see the part of the sun. طالما بشوف جزء من الشمس، تمام، يبقى دي نسميها partial solar eclipse. لو انا مش شايف ضوء الشمس تماما بسميه total solar eclipse. طب لما اشوف جزء من الشمس وجزء تاني وبان كانها crescent هلال بسميه partial solar eclipse. طب when moon gets in higher orbit away from the earth بسميها annular solar eclipse، وفي الوقت ده بتظهر لنا الشمس كأنها lighted ring. أنا عارفة إن الدرس جديد علينا، أشكركم جدا لحسن متابعتكم معايا. طبعا هنسمع الحصة أول ما ترفع على قناة اليوتيوب، وإن شاء الله لو في أي تساؤل إن شاء الله يوم الأربع في بداية الحصة ممكن نكتب على الشات ونرد على تساؤلاتكم. أشكركم جدا، كان معكم ميس أمل محمد إبراهيم معلم كبير علوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.